اليوريك اسيد او حمض البوريك. طبعا اليوريك اسيد مركب عرضي ناتج من تحطم او هضم البروتينات. بعد هضم البروتينات الى اجزاء رئيسيه وهي الاحماض الامينيه، تتحرر الجزء من الاحماض الامينيه الذي يدعى بالبيورينات، وله تمثل الادينين والجوانين. الادينين والجوانين تدخل في الشفره الوراثيه في الدي ان اي. بعد تحطم هذه الاحماض الامينيه بواسطة انزيمات او انتاج الطاقه او بعد اداء عملها، يتكون اليوريك اسيد. طبعا اليوريك اسيد بما انه مركب عرضي فيحتاج الجسم الى التخلص منه، ويطرح عن طريق الكلى او الكليتين عفوا. ولكن في بعض الاحيان يكون مستوى عمل الكلى ليس بالمطلوب، او يكثر زيادة استهلاك اللحوم وقلة الحركة تسبب تراكم اليوريك اسيد او نتائج عرضية التي تمثل اليوريك اسيد في الكلى كليتين، ما يؤدي الى جرحها او حدوث خلل في عملها، وكذلك في المفاصل والاطراف للانسان. تكون على شكل بلورات تسبب ألما شديدا في الأطراف والمفاصل، وكذلك ما يكون مرض يدعى بالنقرس أو داء الملوك. يتم قياس تركيز نسبة اليوريك أسيد مختبريا بواسطة إضافة محلول يحتوي على إنزيم اليوريكيز، فيتفاعل اليوريك أسيد مع اليوريكيز ويعطينا الألانتوين وكذلك بيوكسيد الهيدروجين. بيوكسيد الهيدروجين يتفاعل مع إنزيم آخر اسم موجود في كذلك في نفس المحلول اسمه البيوكسيديز، فيعطينا الماء زائد المركب لوني. هذا المركب اللوني يتناسب طرديا مع تركيز اليوريك أسيد، فكلما زاد تركيز اليوريك أسيد كلما زاد شدة التركيز اللوني أو العفو اللون أو شدة اللون. ويتم استيعابها مختبريا عن طريق تقنية السبكتروفوتومتري أو المطياف على طريق الامتصاصية ومقارنتها بمعايير ثابتة، ويتم من ذلك احتساب نسبة أو تركيز اليوريك أسيد في الدم.